عندما تخطئ تأكد أنك سوف تدفع الثمن وإن طال الوقت. كلمات شدتني من إصدار لروائية وكاتبة ومعلمة كويتية الأستاذة إسراء كاكولي، لها ثلاث إصدارات مميزة راح نتكلم عنهم إن شاء الله من خلال هذه الفقرة. أول إصدار كان تحت عنوان كتاب خواطر بعنوان كما تشاء فسر، وغيرها من الإصدارات المميزة. خلونا في البداية رحب فيها في حلقة اليوم، حياك الله معنا أستاذة إسراء. والأمانة قاعد صفح يعني وحاولت يعني أعرف أمور كثيرة خاصة في هذا الرواية اللي موجودة في إيدي، لكن أكيد راح نتعرف على تفاصيل كثيرة من خلال هذا الحوار وبداياتك والأفكار الجميلة وحتى يعني المفردات اللي مستخدمتها. لأمانة وايد تشد. منورتنا اليوم بالاستديو السادة. وفي شغلة أنا نفسي ما أعرفها، ما أدري إذا فاطمة تعرفينها، وايد ناس ما يعرفونها. شنو الفرق بين الكاتبة والروائية؟ صح، الناس تخلط بين هالمسمين. الكاتبة هي الكاتبة اللي تكتب في شتى المجالات، يعني سياسة، اقتصاد، اجتماع، تقدرين تقولين هم تكتب معلومات أو في التنمية الذاتية وغيرها. أما الروائية تكتب رواية، قصة مطولة فيها شخصيات، فيها أحداث. هذا الفرق. نقدر نقول عن الكاتبة الروائية كاتبة، ما نقدر نقول عن الكاتب أو الكاتبة روائية. إذا أنت كاتبة وروائية وأيضا معلمة، شلون قادرة يعني توفقين ما بين عملك وما بين يعني هوايتك اللي قاعدة تمارسينها بشكل احترافي؟ مو شيء سهل، بس دمجت الشيئين بذكاء. يعني الحين أنا توني مخلصة من كتابة مسرحية للطفل، أنا معلمة رياضة أطفال. وفازت هالمسرحية في العاصمة المركز الأول. دمجت الكتابة في عملي، لكن في أوقات أحتاج أني أفصل بين مجال الكتابة ومجال عملي. بذكاء أقدر أفصل. شيء حلو صراحة، وحلو ذكاء المرأة. وإذا كانت المرأة ذكية وعندها مثل موهبة الكتابة، هذه الموهبة أكيد مو كافية، لازم إنها تطور من نفسها عشان تقدر تصدر كتاب بمقاييس معينة، ما يكون كتاب ما له قيمة. فشنو هذه الأشياء اللي ممكن إنها تطور كتابتها؟ أول شيء أقوله وودي أقوله، القراءة. ما يصير كاتب ما يقرأ ما يقرأ. شلون يصير كاتب؟ وين الثروة القوية؟ وين تطلع على المواضيع؟ سواء كتب عربية أو أجنبية، حتى لو ما يقرأ بلغة ثانية في مترجم. القراءة ثم القراءة في الكتابة. نعم. منو من الكتاب والروائيين اللي تأثرتي فيهم بشكل كبير؟ بشاير الشيباني. نعم. الشعرة. تأثرت بنزار قبا، أول شيء نزار قباني صراحة. نعم. زين. وجبران خليل جبران. نعم. أجاثا كريستي. أنا أجاثا كريستي. رواياتها بوليسية. إيه بوليسية. نعم. وجرائم. هذا اللي أقدر أقول تأثرت فيهم. إنزين أستاذة، ساعات الأم أو الأب يعني الأهل يلاحظون الموهبة هذه موجودة بأبنائهم، نصيحتك لهم إنه شلون ممكن يطورون الموهبة هذه؟ صح، في أهالي يحملون هالشيء، بالعكس لما نشوف طفل أو حتى شاب ميول الكتابة والقراءة، ننمي هالشيء بتحفيز، تشجيع، دخول دورات، هذه الأشياء، تقديم كتاب. هذا الكتاب ترى يعني عالم، مدرسة بحد ذاتها. صحيح. نعم. خلينا نتكلم عن الإصدار اللي بلشت فيه هذه الفقرة، ليس ذنبي. هذه رواية، تكلمينا عنها، الشخصيات، هل هي واقعية؟ رواية واقعية، ليست حقيقية، يعني تلامس الواقع. أما الرواية اللي معروضة هني أهواك بلا أمل هي الحقيقية. ليس ذنبي رواية فيها شخصيات لابد أنك تجدين نفسك بهذه الشخصيات. نعم. جانب معين تتحدث عن العنصرية اللي نعيشها في مجتمعنا من خلال الجنسية. عنصرية من خلال الجنسية. نعم. امرأة غير كويتية تعيش في الكويت تنبذ وتذل وتطرد فقط لأنها تحمل جنسية مخالفة. لم ترى وطنها، لم ترى أرض وطنها، ولكن نبذت بسبب هذه الجنسية. لجأت إلى شيء معين. ماذا وجدت في هذا اللجوء؟ ما أقدر أقول، لكن كسرت هذه المرأة فانتقمت، فعل كيدها فانتقمت. شلون انتقمت؟ من منو؟ هني يعني أنت من خلال هذه الرواية تغلغلتي في الشخصية وفي أعماق المرأة نقدر نقول، وطلعتي الأمور اللي ممكن، الجانب
للبعض ما يشوفه في أي مرأة ويفعل من خلال بعض الظروف اللي ممكن تكون تعيشها المرأة. أما الرواية الثانية اللي قلتي واقعية، الواقعية يعني شخصيات من الواقع حقيقية، لكن ما أقول لك الرواية من اليلدة لليلدة هي حقيقية، لا، لازم هناك تبديل أو تغيير بسيط. الأسامي غير، هذا أكبر شيء أقدر أقوله، لكن رواية حقيقية واقعية تأثر فيها كل من قرأها. يعني الحمد لله وايد فرحت لما شفت القراء يقولوا يقولون تأثرنا، سواء رجال أو نساء. رواية تحدثت عن امرأة تعيش الحب، تكسر بسبب الحب، تعيش الحب مع رجل أعمى. من جانب آخر هناك شخص يعاني من اضطرابات نفسية غير معلومة في المجتمع، عن أم مهملة أهملت كل شيء واتجهت إلى علبة مجوهرات وأوبر بوتكس. طبعاً الروايات مؤثرة والناس تأثر فيها، وشيء يعني محزن الأشياء قاعد تذكريهم، في أشياء ممكن أن تأثر بالشخص. أكيد. بالنسبة لك شنو المواضيع اللي تشد القارئ أكثر ولقيت عليها إقبال أكثر، وشنو أقرب الروايات لك؟ يعني أكيد في رواية مقربة لك وتحبينها أكثر، وفي مواضيع معينة تهم الناس، شنو اللي لاحظتين يأثر فيهم ويستهويهم؟ لاحظت أن الناس تحب الشيء الواقعي اللي لما تقرأه تشوف نفسها داخل. ترى أكيد إحنا نحتاج هالشيء، نحتاج كتاب يحتوينا، موجودين إحنا داخله، يفهمنا تقريباً، نقدر نقول كذي. فنقدر نقول الكتاب الواقعي أقرب إلى القراء. أما لي أنا ما أقول رواية، أقول كتابات نزار قباني، وكل روايات أجاتها. نعم. بس اللي خاص فيش من حضرتك كتبتيهم الأقرب لك؟ كتبتهم الأقرب لك. ولا في ناس يقولون كلهم نعزهم، بس لازم يكون في رواية كلهم مثل عيالك. نفس عيالي. الأقرب يعني اللي لها مكان، لأنهم قراب مني، بس اللي أنا لما أمسكها عادي تنزل دمعتي. أهواك بلا أمل. أوكي. أهواك بلا أمل. أهواك بلا أمل هي أغنية من أغاني فيروز. نعم. أيضا العناوين تشد القارئ بشكل كبير. خلينا نتكلم أيضا أسرع عن مشاركاتك في معرض الكتاب، شلون شفتيها وشلون لامستي يعني تواجدك في هذا المعرض، وخاصة أن في إقبال كبير على معرض الكتاب عندنا في الكويت، يعني وفي كثير من القراء يحضرونه بشكل سنوي، ونتريع كل سنة. أول شيء وجود الكاتب مهم، أو نقدر نقول ضروري. حضرت معارض اللي أقيمت في الخليج في الآونة الأخيرة، معرض الشارجة، معرض أبوظبي، ومستمرة في حضور المعارض. أما معرض الكويت شيء أقدر أقول عنه واو. معرض الكويت يعرف القراء فينا. يعني حلو أنك تقرين كتاب تبين تشوفين من اللي كاتبه. أوكي أنت عرفتي اسمه، لكن بتشوفين شكله، ترى مهم. طبعاً. يعني ياما قريت كتب حق روائيين ما قدرت أشوف ولا صورة لهم، روائيين قدم. فمهم. ويفيدنا بشكل ثاني أن نقدر نسوق حق كتابنا، نقدر نشرح كتابنا. الكتاب اللي حطيته قدامك ما رح يشدك إلا إذا شرحته. طبعا بالنسبة لك كروائية، تفكرين أنك أنت تنتشرين عالميا وتترجم رواياتك، ولا ما عندك الهدف هذا والطموح هذا؟ يعني تبين على المستوى العربي، يعني أهدافك وطموحاتك لقدام؟ شوفي غالبني أحط حدود حق طموحي، بالعكس إذا ترجمت واحدة من رواياتي بكون فخورة، لكن الأقرب لي أن أدش مجال المسلسلات والمسرحيات، يعني الدراما. تبي تدخلين في الدراما؟ دراما. نعم والله شيء. نعم. هل في يعني في خطه انك تبلشين كتابه مسلسل مثلا؟ حاليا عندي مسرحيه اطفال هم يخص مجالي. شوفي شلون ربطت. ومسرحيه اطفال غير اللي كتبتها حق عملي يعني، وخاصه منها بس للحين. هل نعم. المسرحيه في قيم معينه، شنو القيم اللي انت مركزه عليها كتعليم للطفل؟ لان في بعض المسرحيات بدات تصير غير هادفه، وممكن تعلم الاطفال اشياء يعني الاهالي ما يحبون يتعلمونها. فهل تركزين ان كونك يعني روائيه وتحبين ان يعني تغرسين المبادئ الزينه بكتاباتك، وبنفس الشيء بمسرحياتك، فهل في اشياء معينه او مبادئ معينه حابه تغرسينها أكيد؟ هذا شيء أكيد. يعني ما يصير يكون عندي عمل من غير هدف، من غير رسالة أوصلها، سواء للطفل أو لشخص كبير. بالعكس الطفل يحتاج الرسالة أكثر، صح؟
فأكيد المسرحية اللي كاتبتها فيها رسالة، فيها هدف كبير غير عن المتداول المدرسة وما نستخدم التليفون بكثرة أو غيره أو غيره، لا شيء جديد إن شاء الله، بس في بعض التعديلات وراح ينطرح إن شاء الله. نعم إن شاء الله. لاحظنا في الفترة الأخيرة يعني في منافسة كبيرة بينكم كروائيين وكتاب، في عدد كبير قاعد يدخل هذا المجال، ما تحسين بالقلق لأن المنافسة كبيرة بينكم؟ صراحة في قلق، في خوف، بس مو خوف إن غيري ينجح، بالعكس أنا أفتخر إن يزيدون عدد الكتاب، لأن كل ما زاد عدد الكتاب شنو يزيد؟ عدد القراء. فكل ما المجتمع صار يقرأ، صار مثقف، صار مطلع، تختفي هذه المشاكل اللي قاعد نشوفها، صح؟ طبعا. ف وايد ماخذة دور الأبلة وأنا أقول لكم صح. بيعطيك العافية أستاذ. خلاص جزء من شخصيتك عرفتي. يعطيك العافية أستاذ إسراء، صراحة استمتعنا معاك، نتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله نشوف عمل درامي من أعمالك إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. شكرا لك أستاذة إسراء، نورتينا في شاي الضحى، إن شاء الله راح تكون لنا لقاءات ثانية معك. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك، لقاء في المدرسة إن شاء الله. مع الطلبة. الله يحييك. ننتقل معاكم لفقرة أسبوعية مميزة مع الأستاذة الإعلامية القديرة فاطمة حسين.